بيكم في ليلة جميلة، ليلة طرب وفن ومغنى بحق وحقيقة. قال احنا لسه عملنا لسه سمعنا حق. بس قبل ما انا دايما بحكي لكم حكاية في بداية الليلة، بس النهاردة مش عايزة احكي الحكاية، عايزة اسمع رأيكم انتم. استاذ الكاتب السيناريست والكاتب المسرحي استاذ فيصل ندى مؤلف مسرحيه جديده اسمها مونيكا والرئيس. قال ايه؟ الامريكان اعترضوا على اسم المسرحيه. تصدقوا ده؟ حد يصدق الكلام ده؟ هم اعترضوا. ده كلينتون شخصيا قعد قدام الكاميرات واتصور والفيديو اشتغل وحكى كل حاجه كلمة كلمة، وقال مين اللي كان موجود؟ نفر نفر. مونيكا والرئيس. فقال ايه؟ هما يجيبوا سيرته طلعوا على التلفزيون والراجل يحكي ويقول، وهي تقول جبت الفستان ومش عارفه، وهم بيقولوا على نفسهم كل حاجه. وقال احنا غير اسم، فهيخلي بقى اسم المسرحيه ايه؟ الفستان الازرق حاجه كده. اهلا يا رأفة، ازيك؟ النهارده معانا قيمه وقامه، معنى ومغنى، نجوميه حتى القمه، وفن الى اقصى حدود الاصاله، اقصى حدود الصدق، واجمل مساحات المشاعر. لا أعرف كيف أقدمه، فهو حالة فن رائعة، حالة فن مدهشة في زمننا، لا يشبه أحد وليس له شبيه. بدأ من منطقة خارج حدود المنافسة ووصل إلى منطقة لا ينافسه فيها أحد، لا في إحساسه ولا في صدقه الفني ولا أيضا في إصراره على الإمساك بجمرة الفن الأصيل المشتعلة دون أن تستطيع هوجة، وأنتوا عارفين يعني إيه هوجة، أو إغراء مادي على أن يجعله يتنازل عنها. إنه يراهن على الإحساس الراقي، والإحساس الراقي هو الباقي، وعلى أن الذوق الرفيع هو الأصل، وهو حزب الأغلبية الحقيقي الذي سيصل دائما إلى حكم قلوب الناس، وأنه لم يبتعد يوما عنها مهما بدا في فترة ما أو أخرى بعيدا عن السلطة. باختصار هو واحد من قلة نادرة يستحق صفة فنان، وواحد من قلة أندر يستحق صفة مطرب، وواحد على قمة لم يصل إليها أحد. يشرفني ويسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم الليلة في الليلة الأصدق فنان والأحق نجومية علي الحجار. بشكرك على وجودك معانا النهارده في الليله الجميله اللي هتنورها بفنك وبصدقك وباحساسك الجميل وبصوتك طبعا. عشان والله انا اللي مش عارف اشكرك احنا جايين النهارده عشان صوتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بشكرك الجمهور الجميل ده. علي حكايات كتيره قوي قوي، يعني من يوم ما فكرت وقلت عايزين علي يجي يقعد معانا ومع جمهورنا الجميل في الليله، عندي ألف سؤال وسؤال، بس
العينين اللي هي فيها دهشة دايما وفيها انبهار بالدنيا كده بشكل دائم، بتقول ان في طفل جوه علي الحجار، طفل لسه موجود، لسه بيندهش، لسه بيلون الحياة بألوان جميلة مش بصوته بس. عنده حزن كتير قوي، عنده معاناة كتير قوي، فنبتدي من الطفل علي الحجار. نبتدي من العيل. معلش ما تزعلش بقى، انا بقولش عليه عيل ولا حاجه، هو اللي قال. هو مفيش راجل اعتقد مفيش جواه طفل، مفيش راجل مش عيل. طبعا. طبعا. والراجل اللي بيعرف يحتفظ بمعيالته دي او بطفولته للاخر بيفضل دايما جواه حته براءه وطهاره جميله. اللي ما بيعرفش يحتفظ بيها درجات بقى. يعني في واحد بيقدر يحتفظ بشويه منها، واحد بيفقد اكتر، واحد بيفقد خالص ويصبح من غير اي براءه ومن غير ضمير صاحي يعني. فانا متشكر طبعا ان انت عيلتيني كده. اول راجل اشوفه ينبسط ان انا اقول له انت عيل. طبعا طبعا، مدح في صيغه، قصدي ذم في صيغه لا ده مش ذم، لا ازاي، ده الطفوله دي والبراءه طبعا والنقاء اللي فيها جميل الانسان يحتفظ بيه جواه يعني. لو عايزه نبدا من نبتدي. الطفوله. نبتدي من الطفوله. علي الصغير نشا في اسره، يوم ما اتولدت كان يوم سعد على ابويا وامي. 4/4/54. خلي بالكم الساعه 4. ايوه انا ما كنتش اعرفها دي. أيوة. انا اعرف 4/4/54 ده يبقى 4/4 برج ايه ده؟ حمل. حمل. وديع علي الوديع، كان مش ممكن ما يبقاش الحجار، كان يبقى اسمه علي الوديع. 4/4/54 الساعه 4 يوم سعد. الفجر. فكان يوم سعد على ابويا لانه قبض 100 جنيه ساعتها. 100 جنيه مره واحده سنه 54. سنه 54. بس كانوا اخر 100 جنيه لانه اترفض يومها من الاذاعه. المهم يعني هو تخطى الحكايه دي هو وامي بطرق كتير مختلفه لغايه ما وصل في النهايه. يعني هنط نطايه كده احكي لك قصه صغيره انا حضرتها. في معهد الموسيقى كنت انا عندي مثلا 15 سنه ولا حاجه. وهو قابل المطرب العظيم الراحل عباس البليدي. فقال له انت فين يا ابراهيم؟ انت سافرت ولا ايه؟ فقال له لا انا في مصر. قال له امال بتشتغل ايه؟ قال له بشتغل مساعد مطرب. مساعد مطرب. فالراجل على قد ما ضحك قوي على قد ما بكى بعد كده، لانه اكتشف انه بابا بقى كورال بعد ما كان مطرب كبير. هو شايف ان ابويا ده معهد موسيقى متحرك ومطرب كبير جدا. فالحظ بقى انه ما عجبش كلمه الحجار، ما عجبتش رئيس الاذاعه اياميها، وقرر انه يا يغير بابا اسم الحجار يا اما يرفده من الاذاعه. فحصل خلاف بينهم. بجد؟ بجد. كلمه الحجار ليه فيها ايه الحجار؟ قال له يعني الناس تسمع اغنيه على الصبح تصطبح بدبش وطوب ده ما سمعش اسامي من مدير الاذاعه اياميها ولا ايه؟ اسامي انه كان موجود بابا في الاذاعه وكانت اغاني كتير بتذاع له قبلها بسنين يعني. المهم يعني حصلت القفله دي ورفضوا من الاذاعه لان بابا اصر انه ما يغيرش الاسم. وقال له ما هو في فريد الاطرش وناجح. وفي فاتن مؤاخذه حمامه، مفيش اي حاجه. ليه لا مؤاخذه؟ لا مؤاخذه ولا حاجه. الدنيا ماشيه كويس. اطرش حمامه كله حلو. طبعا يعني. فالراجل لقى انه جاء الحجار يعني وتربس. جاء الحجار وقال له دبش وطوب. حكايه فن مش حكايه اسم. عنيد بقى بابا، عنيد دماغه ناشفه، عنيد في الحق. حجر. حجر طبعا. حجر فعلا. يعني الطفوله كلها كانت فيها معاناه كتير، وكميه الحزن اللي انت شايفاها ورث يعني. حصل من وانا صغير يعني. بابا من مطرب بيغني لوحده لقى نفسه واقف في الكورال مع بعض النجوم كانوا تلامذته في يوم من الايام. كانوا تلامذته وكانوا هم كورال وراه. وكانوا كورال وراه. ايوه. زي مين؟ مش عايز اقول اسماء. ليه؟ هو لما يجي بقى. لما يجي هيقول؟ يقول. خليه يقول يعني؟
متأكد؟ إذا رضي يعني. وكان بيغني بقى في أعياد الثورة وكان بياخد 2 جنيه في اليوم؟ كان بياخد من 50 قرش لجنيه. ده أنا كمان يعني. من 50 قرش لجنيه. طبعا اثناء المعاناه دي هو حب انه يعلمني انا واحمد، كان رأفت حجار لسه ما اتولدش يعني، حب يعلمنا الموسيقى مش عشان نحترفها. ايوه، هو كان شايف انه الفن بيرقي الاحساس وبيخلي مشاعر البني ادم دايما صاحيه. ففضل يعلمنا الموسيقى، والاول حفظنا القرآن ما شاء الله. يعني هو حتى هو عجيب جدا، دايما يصحى من النوم الصبح يقعد على السرير يقرا القران الاول يجوده وبعدين يمسك العود يغني. فيعني هو شايف انه العلاقتين حاجه جميله ليها يعني علاقه بربنا. الفن فيه دايما كلمه الله ساعه ما تستحسني. دايما ما تخلاش عن احساسه بالدين واحساسه بانه الفن جزء من العباده. علمنا القران وعلمنا المقامات الشرقيه وعلمنا وانتوا صغيرين من واحنا صغيرين لغايه ما كل واحد اختار بعد كده. بس علي انا سعيده جدا ان انت بتتكلم بصراحه وبوضوح على المعاناه، وتقول بابا كان بياخد 50 قرش في النمره ويمكن انت كانت اسره متماسكه جداً. وعلى الرغم ان كان في معاناه وكان في فقر، وماما كمان اشتغلت مش كده يعني، حاولت انها ترعى الاسره. يعني هي في فتره اخوها جاب لها مكنه خياطه وكانت يعني بتحاول ان هي تساعد في البيت، لان في فترات كتير بابا كان يعني انت عارفه فكره الموسيقيين وفكره الوسط الفني زي اي فكره في الدنيا، في الريس بتاعهم وفي الكويس وفي الوحش وفي اللي بيعرف يضحك على المجموعه اللي هو بيجيبها، وفي الشلاليه بيعرف يجيب انهي مجموعه وما يجيبش ناس تانية يحطهم في وسطهم، يعني فيها ليها تركيبه كده ودماغ تانية. فهو كتير جدا ما كانوش بيجيبوه لان صوته حلو في وسطهم قوي ممكن يكشف الباقيين. يبرق صوته حلو ممكن يكشف الباقيين. فيعني كان كتير ما بيجيبوهوش وكده. وامي كمان ما كانتش عايزه توري اهلها ان هي محتاجه حاجه. فعملت ده هي واخوها الاصغر منها على طول من وراها. جابت مكنه خياطه وبقت. وكانت مفهماني وانا صغير انه المكنه دي بتجيب فلوس، فانا كنت فعلا متصور ان هي تعمل مكنه كده تنزل فلوس وكده. لغايه ما كبرت طبعا واكتشفت انه هي الفستان اللي بتخيطه هو اللي بيجيب الفلوس يعني. بس انت عزه النفس دي ورثتها من الوالده ومن الوالد. أيوة. يعني حتى لما انت كان بيبقى عندك وانت صغير يا دوبك البنطلون والقميص، كنت بتبقى بتحاول ان انت تحافظ عليهم طبعًا. وما تطلبش منهم، ما تقولهمش عايز نفسي يا بابا في ده، نفسي يا بابا. ما كنتش بتعمل فيه لا لا عمري ما عملت كده. لا انا ولا احمد كنا عارفين انه هي الظروف كده، وهو كان دايما بيشرح لنا ويقول لنا هي الظروف كده وربنا عايز كده. فكنا دايما محافظين على القميص والبنطلون طول السنه. بس كان عيد الثوره بتحتفلوا بيه، بس مش عشان بس عيد الثوره. لا بيشتغل ورا مثلا 5-6 مطربين، فبيجي معاه 5-6 جنيه. ايوه بيجيب معاه بقى كيلو بسبوسه ونص كيلو كباب، يعني الدنيا بتبقى حلوه. نص كيلو كباب نص كيلو كباب والدنيا تبقى حلوه بقى ونعيش حياتنا. بس فعلا يعني عشنا حياه جميله جدا، ايام جميله جدا، لان الترابط نفسه جميل. كتبت في يوم من الايام خطاب لشخصية هامة جدا عن المعاناة دي. جمال عبد الناصر. جمال مرة واحدة؟ هي مرة. كان عندك يعني مرة واحدة كتبت لرئيس الجمهورية، كان عندك كام سنة؟ كان عندي 10 سنين، ولما ما ردش عليا زعلت وما رضيتش اكررها تاني. وفاكر حتى ان انا كنت مش طايل الصندوق البوستة كان بيتحط لفوق كده. ففاكر ان واحد راجل شافني واقف مش عارف راح شايلني لغاية ما حطيت الجواب، شرحت له فيه انه ابويا فنان كويس جدا. كتبت له بقى السيد الرئيس جمال عبد الناصر. ايوه ايوه خليت خالي ملاني الصيغه اللي اكتب بيها والعنوان اللي بره. لكن الجواب كتبته انا. قلت فيه ايه؟ قلت له ان بابا فنان كويس جدا، واترفض من الاذاعه لانه اسمه الحجار، وان في فريد الاطرش، وان في فاتن حمامه
وانه الحجار دي مش عيب، واحنا عايشين في معاناه دلوقتي وحالتنا مش كويسه، رغم ان هو لو اشتغل تاني في الاذاعه هيفيد الناس والناس هتتبسط لانه صوته جميل وبتاع وكده. فافتكرت طبعا انه ده بيوصل يعني للرئيس، الرئيس هيرد بقى رساله للسيد الرئيس. طلع ان مش لازم كل الجوابات بتوصل. بس يعني شجاعه منك، يعني احنا عمالين نكتشف في علي الحجار مناطق جديده وغريبه جدا. لما بقى عندك 12 سنه حاولت انك بقى تشتغل، بقى تدخل قرش في البيت. كنت برسم، بكبر صور بالفحم للناس. يعني اهل حتتنا المكواجي وصاحب البوتيك اللي بيبيع خردوات زراير وسوست والدانتيلا والحاجات اللي يعني، والحلاق يعني، كنت بكبر لهم صور. ترسمهم بقى بورتريه؟ بورتريه. تاخد الصوره كام بقى؟ بدات ب 10 صاغ وانتهيت ب 25 قرش. 25 قرش في الصوره. وبعدين مش بعدين اتعاملت مع محل في الزمالك بيبيع لوحات، فكنت بكبر له صور، الناس يجيب لي الصور الصغيره اكبرها له بالفحم. كان هو يبيعها مثلا ب 15 جنيه ولا حاجه ويدينا ل 25 قرش. 25 قرش. وما فكرتش خالص بس المكواجي والبقال ودول بقى كانوا بيجيبوا لي زباين طبعا. كانوا بيجيبوا لك زباين؟ لان اصحابهم بيشوفوا الصوره فيدي لهم صورهم يعني اشتغلت كويس. ويقول لك روح بس طب ودي لنا مشوار، هات لنا مره واحده اشتغلت صبي مكواجي. صبي. بعدين بعدين ماما راحت اتحايلت عليه، قالت له لا ما يصحش اجازه الصيف وانا عايز اعمل بقى ان انا اود يعني راجل بقى وبتدخل قرش في البيت. فلقيت نفسي بقى بعدي بقى امشي على السلالم واغني واخبط على البيوت الشوارع. مكوى. كنت بتلحنها له. طب انت ابتديت ترسم ما فكرتش تبتدي تغني؟ امتى ابتديت بقى؟ هما الاثنين كانوا مع بعض. بس ما عرفتش اتكسب من الغنى غير متاخر. يعني مثلا ممكن فرقه النادي في امبابه ممكن احيانا نلم نفسنا كده ونروح نعمل فرح فوق سطوح. كل واحد ياخد فيه مثلا 50 قرش جنيه حاجات كده. احيانا كنت بعمل كده وانا يعني قبل الجامعه. اما دخلت كليه الفنون الجميله من اعدادي فنون جميله لقيت فيه اعلان بقى عن فرقه اسمها التخت العربي في الجامعه للموسيقى العربيه. وعايزين مطربين. فبنت المايسترو يسري قطر كانت طالبه في الكليه قالت لي ده في بكره امتحان في الفرقه. فرقه هتبقى زي فرقه الموسيقى العربيه كده. ما كانتش فرقه ام كلثوم طلعت لسه. تيجي تمتحن وكده. كانوا عارفين بقى بغني لهم في البرجوله وفي يعني في الجنينه وفي الكافيتيريا ومش عارف ايه. فرحت امتحنت لقيت محمد الحلو هناك وتعرفت بيه ايامها. كنا لسه عندنا 19 سنه ولا حاجه. ولقيت توفيق فريد. ومن الجيل اللي قبلنا لقيت مطربه العظيمه عائشه حسن. المهم امتحنا وكانوا 70 مطرب ومطربه في التخت العربي. صفينا في التخت العربي، صفينا على 5 و5. وبدات اشتغل ب 15 جنيه في الشهر. ده من 15 قرش بقى في الصوره ل 15. أمل بقى مفيش نص كيلو كباب، فيجي 2 كيلو كباب. طبعا يعني كنت بدي لماما 10 جنيه وال 5 جنيه بتكفيني طول الشهر. يعني 5 جنيه طول الشهر؟ تعمل بيهم ايه عندكم؟ يعني هتفسح بقى، اتبسط، كل ذرة ترمس يعني. اصل كانت حياتنا كلها ان احنا نتمشى على الكورنيش في امبابه لانه احنا حظنا احسن من بتوع الزمالك. احنا بنبص على مناظر جميله وهم لا. فكنا بنقف على الكورنيش نتفرج بقى على الزمالك. تتفرجوا على الزمالك؟ انت ساكن فين دلوقتي؟ دلوقتي هو بيتنا في امبابه زي ما هو. بس انا دلوقتي ساكن في المعادي وفي المهندسين وفي المقطم. نعم. ايوه. تاني بقى تاني يعني ربنا فتح عليا وبقيت عندي 3 شقق. 3 شقق ما شاء الله، الله اكبر. فاضيين يعني؟ لا. لا فيهم ناس. كل شقه فيها ناس؟ فيها ناس طبعا في وقت واحد. عايزه توصلي لايه؟ يعني انا ممكن اوصلك للي انت عايزاه. ايوه انا ما اعرفش. ايوه متجوز واحده هنا ومتجوز واحده هنا والثالثه. مفيش ثالثه بقى. لسه جاي في السكه. ربنا يستر. يعني ايه دول؟ والله انا اول مره اعرف الحكايه دي.
والله انت يعني شكلك كده داخله على موضوع الحلقه دي انت قصدك كده في شقه ثالثه يعني خاليه يعني لا الثالثه دي مكتبي مكتب بس ممكن تقلب يعني لا خلاص اصل بيتجوز مره بيقرر انه ما يقدرش يعني ما يعملهاش تاني ازاي ده انت عملتها ثاني كفايه بقى اللي انا فيه يعني لا مش كفايه لا مش كفايه طبعا الحلقه دي ما تتفرجش عليها أنا؟ المدامات بس يعني هم انا مش مخبي حاجه كل واحدة قاعدة في منطقة بتاعي مفيش حد في امبابة يعني لا في امبابة ابويا وامي ورافت الحجارة لما بيجي من دبي ايوه بيسكن معاهم يعني. بس مفيش بنت الجيران من زمان ولا حاجة كان فيه واتجوزت عليا بنت الجيران اولا عايزه اقول لكم انه عنده كل حاجه بالاثنين كويس ان هو رقم الحظ بتاعه اربعه مولود اربعه 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 وخمسين الساعه اربعه بيسكن في الدور الرابع مفيش شقه سكنت فيها الا رقم اربعه او الدور الرابع او مجموع رقم العماره اربعه يعني فدلوقتي حكايه الاثنين دي عايز انا اكمل اربعة لازم تكمل اربعة ان شاء الله بصراحة مش قايمين من الحلقة الا ما تختار واحدة من اللي قايمين كمل اربعة عشان رقم الحظ يا ناس حقك ف بنت الجيران كان عندها كام سنة بقى؟ اربع سنين بنت الجيران كان عندها كام سنة؟ اول قصة حب العلاقة بدأت واحنا عندنا ست سنين ليه كده يا اخي؟ اولى ابتدائي اتاخرت شويه يعني خدوا لهم سنتين يبصوا لبعض وبعدين لقيت نفسها على يعني لقيت انا وهي على تخته واحده ايوه مدرسه مشتركه ابتدائي فحبينا بعض يعني من وهو في الفصل ايوه وبعدين فضلنا لغايه ما دخلنا الجامعه انا وهي وبعدين اتخاصمنا ثلاث شهور كده عشان رفضت ان انا اخطبها وانا طالب ايوه لانه كنا شله كده اربعه واربعه اصحاب لا ده صدفه والله دي صدفه الستة التانيين اتخطبوا لبعض ظروفهم كانت احسن مننا يعني فقالت لي يعني لازم احنا كمان نعمل كده فقلت لها لا ما اقدرش دلوقتي وانا طالب يعني فاتخاصمنا بعد ثلاث شهور رايح اقف على الناصيه اللي بنقف عليها دايما لقيت زينه في العماره بتاعته فسالت وفي يوم صحيت على صوت فرح بصيت من الشباك مهم يعني لا فبسال واحد من اصحابي مين اللي بيتجوز في العماره احنا كلنا عارفين بعض لقيته بيرد عليا رد مش ذكي يعني بيقول لي دي واحده من الجماعه المسيحيين اللي فوق ما قاليش اسمها ايه لان كلنا عارفين بعض فقلت له لا فلانه اللي بتتجوز قال لي ما ادريتش بنفسي بقى غير بعد شهر بس حصل لك ايه؟ لان هي دي كانت حياتي كلها يعني مقرر انه هي دي من وانا طفل صغير لغايه ما بقيت طالب في الجامعه هي دي بس اللي هتبقى مراتي واللي هتبقى يعني حياتي اللي جايه هتكمل معاها يعني. ما خففنيش من الحكايه دي الا انه اتزعلي مره في التلفزيون اول حلقه اول اغنيه ليا في الموسيقى العربيه فرقه التخت العربي مدام رتيب الحفني كانت بتذيع في الموسيقى العربيه حفله للتخت العربي وانا كنت بغني فيها موشح لوحدي سوليست بقى مطرب لاول مره لقيت كل امبابه يعني على الاقل الحي بتاعنا يعني جولنا البيت احنا ما كانش عندنا تلفزيون وكلهم شافوا يعني اللي عندهم تلفزيونات واللي على القهوه وكده فجم قالوا لنا قالوا لي انت كنت في التلفزيون دلوقتي وفرحه بقى فرحانين جدا واحد من حتتهم من اهل حتتهم يعني طلع في التلفزيون يلا بينا نقوم نخرج فماما قالت لهم لا سيبوه تعبان بابا قال لها لا سيبيه هو هيخف فخرجت معاهم وقفت على الناصيه اللي هي قدام عمارتها الناصيه اللي بنقف عندها دي قدام عمارتها فطلعت هي كان عندهم تلفزيون فطلعت وعملت زي العاده حدفت لي جواب جوه بونبونايه او بليه او طوبه او يعني دايما تحدف لي الجواب محطوط في حاجه وكانت كتبت كتابها فساعتها خفيت حسيت انه
ان انا خدت نفسي وخفيت خلاص. الحمد لله انا ما اتجوزتش دي، لان كان ممكن تبقى مرات انا وبرضه تخني يعني. يا شيخ. اه طبعا. ازاي يعني؟ عشان طلعت في التلفزيون وهي مكتوب كتابها خلاص، المفروض لا، المفروض ما يعني قلبها حن يعني، حبت تشجعك. معقوله كده؟ الست عمرها كله بتحب، فرحت بيك لما طلعت في التلفزيون. تعتلي جواب حب ازاي يعني؟ اخوه. اخوه؟ لو كان اخوه ما كنتش يعني بعتلك فرحانه ان شافتك في التلفزيون. لا ما كانتش فرحانه. كتبت قالت ايه بقى؟ كان حاجات بقى يعني. قالت ايه بقى؟ تاني بقى، وانا غلطت وانا ما كانش لازم اعمل كده وانا لسه بحبك و... اه فشايفين الرجاله ده زعلان. رجاله يقولوا 100 100 والستات لا لا، صعبانه علينا الست. ايه يعني غلطت واتجوزت؟ يعني زعلان منها ليه؟ هي عملت ايه يعني؟ والله إيه، لو شايفه دلوقتي انا بتاسف لها. غنت لها اي حاجه بعد كده؟ كتير كتير. إيه؟ طبعا. ايه؟ اعذريني وما تصدقيش وحق يعني، حاجات كتير، واتكسر جوانا شيء يعني، فيها اغاني كتير. اعذريني ما تصدقيش واتكسر جوانا شيء يعني، يعني كل لما مفيش وحشتيني. لا لا يا ساتر عليك. طيب الثانية وحشتيني؟ ده احنا لسه جايين في السكة. نستمر في هذا اللقاء الممتع الجميل مع علي الحجار، وهنسمعه يا ترى هيقول اعذريني ولا اتكسر جوانا شيء بعد شوية. ومعنا الليلة كما قدمته من قبل، واحد من قلة نادرة يستحق صفة فنان، ومن قلة أندر يستحق صفة مطرب، علي الحجار. علي بقى، كنا بنتكلم في الحب الأول وانت قلت الست خانتك عشان اتجوزت. الست اتجوزت يعني، أنا مش شايفة أنها خيانة، اتجوزت. لكن إذا غنت لها النهاردة تغني لها إيه بقى؟ نقول لها إيه؟ هو ده؟ اه هغني لها في قلب الليل. في قلب الليل؟ في قلب الليل على الحجار. كلام مني ولا جاوب،
وكان في عينيك بعيد مني كأنه كان بيسألني. وقفت أنظر له ينظر لي وأنظر له وينظر لي ولما صاد كداخلي فتحنا أبواب حكاوينا وتهنا في أغانينا في برد الليل وخوف الليل وحزن الليل. وكان في جيده ايه الجرح وقيت في جيدي ما لمحه لكن حسوه اكيد حسوه. وفجأة لقينا أحلامنا وصلها للفجر في عيوننا مسكت إيد وفكتها صهل بمعاني حسيتها وصار يجري وينساني وصار يجري وينساني وأنا بجري في طريق تاني وصار يجري وينساني وأنا بجري في طريق تاني في برد الليل وخوف الليل وحزن الليل. وبعد كتير في ليل تاني لقيته لوحده من تاني في جيده وايده التاني صهل تاني مردتش وباقي لوحدي انا بمشي في برد الليل وخوف الليل وحزن الليل. من الفن مختلفة ورائعة والستات قاعدين هيمنين عايزين انتوا الجو الرومانسي ده. بس بمناسبة بقى ان احنا بنتكلم على الخيانة وقصة الحب الأولى، الخيانة رجل أم امرأة؟ الخيانة وردة جايزة هنا وهنا، جايزة هنا طبعا، لكن ما كرجل شرقي ما بتشوف. لا لا، التعميم ده أنا ضد فكرة التعميم، إنه الراجل احسن من الست او الراجل كويس والست وحشه، الست احسن من الراجل، يعني مفيش كده، مفيش حاجه اسمها كده. يعني حتى الدين لما اتكلم، حتى القران لما اتكلم عن الخيانه قال الزاني والزانيه فاجلدوهما 100 جلده، ما قالش يجلدوا الراجل 100 جلده والست يعني امسكوها قطعوها، يعني مش كده. يعني الحكايه ده بني ادم وده بني ادم يستاهلوا 700,000 جلده. لكن الحب او العطاء رجل أم امرأة؟ امرأة الستة دايما الراجل بيبدأ بالخيانة الستية اللي بتبقى مرأة. لا لا لا، طلعت لنا والنبي يعني استنى تعالي تعالي، ده البرنامج ده عمر ما الجمهور بيتكلم فيه، بس انت طلعتي لي كده. ايه بقى؟ الست مخلصة. الست ايه؟ مخلصة جدا.
سامع يا علي؟ الراجل ده هو اللي عينه زايده. اه حد زعلك؟ شايفه شكل حد مزعلك في حاجه؟ في حد مزعلك؟ شفت ايه رايك بقى يا علي؟ قالت لك بقى الراجل عينه زايغه وبتاع، والست مخلصه، الست مخلصه اهي قالت لك. رد بقى كل الستات كمان. رد عليها يا علي بصراحه. يعني هو انا رايي طبعا انه نسمع يا شباب. الست هي الارض، هي الام، يعني هي المعين الكبير اللي بيستوعب اكتر، هي اللي بتربي، هي اللي بتتعب، هي المشاعر دي بتبقى موجوده عند الست من وهي طفله لسه، من اول ما بتبدا تعي الدنيا بتبقى عندها مشاعر الاحتواء واحساسها بالمسؤوليه تجاه مخلوق هيطلع منها هي، وهي اللي هتقوم برعايته وحنيته. يعني بيفضل عندها ده لغايه ما بتختار زوج او حبيب، بتبقى عايزه تديله نفس الامومه دي. بس الست بتدي نفسها لشخص واحد بس. انما الرجل ممكن يبقى العطاء عنده كذا واحد. العطاء المفترض انه يعني، والا كان ربنا حلل لها اكتر من لا ازاي حلل، نلخبط الدنيا. فما انا بقول والا كان الله العظيم. فالست مفترض ان هي ليها احاديه في المشاعر والسلوك. دي الست اللي هي العاديه اللي متربيه تربيه عاديه، مفيش ظروف طرقت على حياتها من وهي صغيره لغايه ما كبرت. انما في العموم فعلا الست ليها راجل واحد ومؤمنه براجل واحد. والراجل ليه اربعه. الراجل ليه اربعه. اربعه هنكفر؟ لا لا احنا بنتكلم في الجد. انا بس بتكلم على، لا طبعا ده حاجه لا جدال فيها، لكن انا بقول بان رقم اربعه، يعني انا بفكرك ان حضرتك عندك اتنين فممكن يبقوا اربعه، بس مش اكتر من كده. بس يعني انا طبعا انصح اي راجل يعني انه خليه عند اتنين، انه ما ينفعش اكتر من ست. طبعا، لانه ربنا في النهايه حتى قال ولن تعدلوا. لا المساله مساله قلب، دي حاجه ثانيه. لكن ممكن العدل، بس القلب لا. مش ممكن العدل. هاتي لي اي راجل متجوز اكتر يعني من واحده. يعني انت مش عادل. اكيد لا. يعني انت ظالم واحده فيهم. يعني 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 اكيد انا ظالم واحده فيهم مره، وظالم واحده ثانيه مره. طبعا يعني طبعا يعني العدل اللي بقدر عليه بشكل مادي او بشكل ملموس، لكن في حاجات كتير طبعا الراجل ما يقدرش عليها لانه ده قلب. ما تقدرش تتحكم في قلبك. طبعا ما تقدرش. لا يعني قلبك بيميل لواحده اكتر في منطقه، وفي منطقه تانية بيميل لواحده اكتر. طب ما هو في عدل بقى، كل واحده واخده نصيبها في منطقه. ايوه بس هم نفسهم مش حاسين بالعدل ده اكيد. مش حاسين اكيد، بس كسبان اهتمام الاثنين. فائز دائما يا لا ما يعني وشه احمر ده، انت خجول؟ من زمان. لا يوجد مطرب منذ وفاة عبد الحليم حافظ يعيش في منطقة الإحساس المرهف مثل نقط نقط نقط، فعندما يغني لا يستعرض عضلاته، ولكن دفقة إحساس تخرج بلا قيود، تشعر أن قلبه هو الذي يغني. وكملحن أرى أنه من أفضل أربع ملحنين في مصر إن لم يكن في العالم العربي. كل الكلام ده بتقوله على مين؟ على أحمد الحجار. أحمد الحجار. قالوا ما دام احمد نازل بالعود يبقى ايه؟ يبقى عود.
مصطفى افتكر اغنيه عوزه عزفها. احمد مصطفى فاكر اغنيه وزعها مره وزعها. وزعتها كمان يا احمد. احمد الحجار نموذج الاخوه الجميل جدا جدا، والالتصاق والتقارب اللي بينكم مش بس بين اخين. يعني ما سمعنا علي دلوقتي بيحكي وانتوا صغيرين وازاي كنتوا بتشاركوا في كل حاجه والظروف اللي نشأتوا فيها والبيت اللي كان فيه دفء وحنان وحب على الرغم من اي معاناه. ازاي العلاقه دي؟ انت مجرد اخوات ولا علاقه فنان ملحن بمطرب ولا ايه صداقه؟ ولا توصف علاقتكم بايه؟ هو انا افضل اقول كلمه اخوات لان هي اخوات كلمه شامله كل حاجه. لان في اخوه فنيه وفي اخوه حتى اصدقائنا متقاربين كمان بينا وبين بعض. وفي اخوه نسب. في اخوه نسب وفي هو طبعا من ناحيه الـ الاخ الاكثر عطف يعني علي طبعا، دي من غير يعني مجاملات ولا حاجه، لان فعلا انا ساعه ما تقدمت كملحن كان علي الحجار اعذريني، لما تقدمت كمطرب كان علي الحجار اغنيه عود. فبرضو يعني هو علي. هو احمد جميل زياده عن اللزوم على فكره يعني. هو يعني طيب. في اغنيه قبل اعذريني ناديني 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 ناديني. ايوه ذاكر اكتر مننا. شفت بقى؟ يعني انت ناسي، انتوا ناسيين وانا فاكره. ايوه. فبتقول اعذريني بالنسبه لك كانت ايه؟ يعني لو جينا كده شفنا تاريخ علي الحجار، اعذريني يعني محطة نقف عندها. يعني بليغ حمدي الله يرحمه. أيوة. هو اللي اكتشفني، هو اللي قدمني بأغنية على قد ما حبينا. ايوه. واداني فرصة كويسة جدا. ايوه. بس اعذريني كانت بداية انتشاري الحقيقي عند الجمهور. ايوه. انه شريط زي ما بيقولوا يكسر الدنيا ويبيع مبيعات كتيرة جدا، وعلى فكرة لغاية دلوقتي شريط ده بيبيع لغاية دلوقتي ان شاء الله. واعذريني ليها ذكريات كتير عند ناس كتير. فأنا شايف إن أحمد ده اعذريني دي كل الرجالة بتقولها للستات، كل واحد يعمل العاملة من هنا وروح يغني لها علي الحجار. لا اعذريني حط لها شريط. حل مشاكل رجاله كتيره جدا في الحياه. فكره اعذريني لا حقيقي يعني فكره الاغنيه نفسها. يمكن انا هو اللي كاتب كلامها اسمه محمد العوضي، هو كان زميل علي في فنون جميله. دفعتي قسم التصوير. هو يعني هي فكره الخيانه في حد ذاتها يعني. يعني الجزء بتاع ده انت خنتي يا دي الليله اللي مش فايته. اصبري عليا. بس خنتي قبل قلبي، خنتي قلبك. لا قول بشويش بقى دلوقتي، فكرونا عشان هنسمع ونغني بقى. ايوه. هو الانسان اللي بيخون قبل ما يكون بيخون اكيد بيخون نفسه الاول. بيخون الله. المبدا يعني كانسان. جميل. بغض النظر عن الجنس. جميل. يعني نفسه. دي وجهه نظري في الاغنيه، وده اللي حمسني ان اعمل الاغنيه دي. وطلعت يعني الحقيقه طلعت من غير تفكير. الحقيقه فمش هنقدر نتكلم على اعذريني من غير ما نسمع اعذريني. تفضل علي امسك ده وانت قاعد. علي امسك وانت قاعد. وتخونيني ده
انت خنتي خنتي قلبي، ده انت خنتي خنتي قلبي، بس خنتي قبل قلبي، خنتي قلبي خنتي قلبي. أنا مش هعاتبك، أصبح ماليش أحلام في حبك، ما تخافيش أنا مش هعاتبك، أصبح ماليش أحلام في حبك، أعذريني مستحيل هقدر أسامحك، مستحيل ده الخيانة شيء في طبعك، أعذريني مستحيل هقدر أسامحك، مستحيل ده الخيانة شيء في طبعك، ده انت خنتي خنتي قلبي، ده انت خنتي خنتي قلبي، بس خنتي قبل قلبي، خنتي قلبك خنتي قلبك. يعني مع بعض ما شاء الله، الحجار يعني قال الحجار اقوياء جدا، فا ايه رايكم نخليهم ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاثه؟ ما في اخر العنقود بقى معانا، اخر العنقود كمان؟ اه بس الراجل برضه متجوز وبتاع، بس هو اخر العنقود فعلا. اخر العنقود رأفت الحجار. يعني انتوا ما عندكوش اخوات بنات؟ يا ريت. الحمد لله. لا الحقيقه. شوف واحد قال يا ريت، ربنا يخليك يعني والله العظيم، وحضرتك انت لسه ما قعدتش على الكرسي. يعني طب اعمل حساب الاسئله اللي جايه. هو يمكن قال الحمد لله لا. واحمد انت رايك ايه في حكايه الاخوات بنات؟ تفتقد؟ اما كبرت اكتشفت ان احنا مفتقدين فعلا. كنت انا وعلي واحنا صغيرين، كان عندي 9 سنين وعلي كان 10 ونص. فكنا لا مش عايزين بنت. كنا صايده يعني. محجرين قوي في الموضوع. محجرين. وبعدين جه رأفت فرحته بقى. فرحنا بس الحقيقه الواحد اما كبر اكتشف ان البنت نعمه كبيره قوي في البيت يعني. حقيقه يعني. ايه بقى حكايه الحمد لله؟ لا بقول له اخر العنقود قال لي راجل متجوز عندك بنات؟ عندك كام بنت؟ بنت واحده. بنت واحده ما شاء الله. وولد ما شاء الله. اسمهم ايه بقى؟ كادي. ايه؟ كادي اسمها كادي. اسم كادي؟ زهره. الله. زي نرجس زي فل زي كده. زي كادي. كادي زهره الكادي. كادي الحجار اسم سينمائي. واحمد عندك بنات؟ عندي بنتين وولد.
ما شاء الله. كادي اسامي برضو عصام وفاطمه الزهراء ومريم العذراء. الله الله. علي بقى. أربعة وبيقولها لي بشر شديد أربعة. طيب كام بنت؟ بنتين وولدين. بنتين وولدين ما شاء الله. البنتين اسمهم إيه؟ مشيرة وبسينة. أيوه. والولدين أحمد وإبراهيم. كله مسمي على اسم كله. مشيرة اسمها. مامتها مشيرة. أيوه. وبسينة أمي. آه مش مامتها. لا أمنا. واحمد احمد على اسم احمد, أحمد. وابراهيم على اسم بابا. اسم بابا. فعنده من كل حاجه اتنين يعني. عنده فائض في الانتاج ومن مش مع زياده في التوزيع. لما بتقعدوا مع بعض كده لازم نفتقد على طول بقى الاصل والقمه والجذور والكل التاريخ اللي أنشأ هذه الأسرة الجميلة والمواهب. الفنان الكبير الأستاذ إبراهيم الحجار. مع الفنان الكبير إبراهيم الحجار وأسرة الحجار. ومعانا ليلة كلها فن وحب وطرب. ونرجع لكم بعد شوية. الأبوة بالنسبة لك إيه؟ يعني الأبوة في علاقتك مع الوالد والأبوة مع أولادك. هو الحقيقة أنه أنا تعلمت من بابا أنه مش لازم الطفل يتضرب أبدا. أنا عمري ما مديت إيدي برضو على حد من ولادي خالص ومش هعملها عمري يعني. في طرق كتير جدا غير يعني غير أن الواحد يهين شخص فيطلع في شخصيته تشوهات ذهنية. فهو طلعنا حنينين وطيبين وطيعين كمان بنسمع الكلام يعني. عمر ما كانت ماما او بابا يقولوا لنا على حاجه احنا الثلاثه ونقول لا. مفيش كده يعني. اذا في لا نتناقش في الفكره بس مفيش حاجه اسمها لا للكبير يعني. اتعلمنا ان احنا الكبير نحترم رايه لانه خبرته اكتر وانه الحنيه الزياده عن اللزوم بتكسف. يعني يعني الواحد بيتكسف على طبعا بتكسف على دمي انه قد كده حنين فلازم اعمل طبعا انفذ اللي هو بيقوله. وانت حنين مع اولادك؟ جدا الحمد لله. ما شاء الله يعني. في فلسفه حياه. ايوه. في الاسره دي وفي العلاقات الموجوده مع الاب والاخوه ومع الاولاد زي ما انت بتقول. هو معلمنا كلمه الحب دايما يقول حبه حبه على طول. ما تكرهش ابدا يا حبيبي حب دايما يعني دايما يقول الكلمه دي. ويقول لك تجيش نعيش ويقول تجيش نعيش لها ذكرى معاك ليها. عايز يقول ايه؟ عايز يقول بابا كان دايما يقول له ايوه ويقول لكل اخواته كلهم وكل الناس كلها كمان ايوه ابتدي بالحب وانت تتحب. الله الله. ابتدي بالحب وانت تتحب. سامعين سامعين يا ستات. سقفي عجبتك انت دي ها. فبما اننا بنتكلم في فلسفه الحياه الجميله دي نقول تجيش نعيش. طبعا
علي الحجار تجيش نعيش ونفك لك الخيوط. نعم. دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة هم هيجوا يفكوا لك الميكروفون ونقعدك جنبك. ايه تجيش نعيشها ونبتدي ولا ينتهيش؟ اقول لك ايه تجيش نعيش. اذا كان بقى الابن غنى فلابد اننا نسمع بقى الاب. عزيز على القلب، عزيز
عزيزة على القلب، عزيزة على القلب، عزيزة على القلب تمني، عزيزة على القلب تمني، في احضان في قربك ودلالك، عزيز على القلب، عزيز على القلب، عزيز على القلب، عزيز على القلب، عزيز على القلب تمني. لو رجعنا تاني لمناطق في حياتك، محطات مع بليغ حمدي ابتديت، صلاح جاهين اثر في حياتك وكان ليه تاثير كبير قوي طبعا. عرفته ازاي؟ كنت عملت برنامج على الناصيه مع امال فهمي تلفزيون، كانت عملت تلفزيون على الناصيه شهرين ثلاثه كده في التلفزيون. ايوه. ف بعد ست شهور ولا حاجه جالي تصريح ودخلت مبنى التلفزيون تاني، فقلت اطلع اشكرها يعني على البرنامج. فقالت لي انت فين؟ ده عبد الوهاب وصلاح جاهين عايزينك من ساعتها مره واحده. عبد الوهاب وصلاح جاهين وادي تليفوناتهم، كلمهم ضروري جدا. صدقت بقى انت الاسامي الكبيره دي؟ امال فهمي اللي بتقولي، مش ممكن هتكذب عليا. ايوه. فرحت اول حاجه عملتها قلت اكلم الاستاذ صلاح جاهين، لانه من وانا عندي 14 15 سنه وانا بحلم باني اغني رباعيات. كنت سمعتها مره في رمضان بتذاع الشيخ سيد الكاوي بيغنيها بتخت صغير كده بالعود ومعاه كام اله، وعجبتني جدا واتمنيت ان انا لما اكبر اغنيها. فاول حاجه رحت مكلمه قلت له انا فلان اللي عملت برنامج كذا مع بلخمه كده، ومدام امال قالت ان حضرتك عامل لي اغنيه. فقال لي لا يا حبيبي انا مش عامل لك اغنيه. عبال ما هيكمل هو صلاح جاهين كان ايقاعه بطيء كده على مهله. ايوه كان بيتكلم هذا الله يرحمه. فقبل ما يعني عبال ما راح للجمله اللي بعدها كنت انا عيطت، فرقت ما قلت انا عملت حادثه دخلت غلط. فسمع صوتي قال لي انت واقف فين دلوقتي؟ قلت له في امبابه. حشركت بقى طبعا ونهنها وخيبه يعني مش كاتب لي اغنيه يا استاذ صلاح. فقال لك انت فين؟ انت فين؟ طب وراك ايه دلوقتي؟ قلت له مفيش حاجه. قال لي طب انا عنواني كذا تعال لي دلوقتي. فرحت له قابلني مقابله جميله جدا. قال لي انت يعني انت فهمتني غلط، انا مش عايز اعمل لك اغنيه، انا عندي اوبريت كبير، مسرحيه كبيره الله. غنائيه اسمها العاشق والمعشوق. ايوه. مطربين كتير جدا طلبوها مني وانا كنت رافض ان انا اديها لحد لغايه ما يجي حد يبقى شبه الدور ده يقدر يعمله لغايه انت ما شفتك في على النصر. فانا عايزك تعمل المسرحيه دي وبعدين انا مستعد اعمل لك اللي انت عايزه كله. الله. قلت له عايز الرباعيات. فقال لي يا حبيبي ده يعني الرباعيات ده ما يعملش شريط، كان شريط كاست موضه كده جديده لسه وبتاع. فقال لي لا ده كل رباعيه نص دقيقه ولا دقيقه، مش حق يعني ده مش شريط كاست يبيع، اعمل لك شريط كاست، اعمل لك اللي انت عايزه. قلت له معلش انا عايز يبقى في تاريخي ان انا غنيت الرباعيات. ورحله بقى قضيتها معاها، وعارف طبعا ان انا رسام زيه وكان في علاقه جميله جدا ورباني فعلا. ايه احلى حاجه فاكرها من رباعيات؟ كتير. انا فاكر هو حكى لي على كل رباعيه لا قصتها ايه ليها حكايه. ففاكر منهم مثلا لما عبد الحليم حافظ اكتئب واحبط بعد خلاف حصل بينه وبين ام كلثوم في عيد من اعياد الثوره. ايوه. وقرر انه ما يغنيش تاني يعني حصل له احباط غضب. فكتب له يا عندليب
ما تخافش من غنوتك. أيوة. قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنوه مش هتموتك، انما كتم الغنى هو اللي هيموتك. مره وهو راجع من عند الشيخ سيد مكاوي الساعه 3 4 صباحا، ومبسوط جدا من قعده جميله فيها غنى وشعر وكده، وشاف القمر، قال لي شفت القمر؟ لقيته قريب ومدور وكبير كده، افتكرت ان انا لو نطيت همسكه. فنطيت طبعا، ما مسكتش القمر ورجلي كسرت واتجبست، وكتبت رباعيه وانا في المستشفى. ايوه. بيقول انا اللي بالامر المحال اغتوى. اغتوى من الغيب. شفت القمر، نطيت لفوق في الهواء، طلته ما طلتوش، ايه انا يهمني وليه؟ ما دام بالنشوه قلبي ارتوى. الله. ممكن اقول لك الرباعيه دي؟ طب يا. منين يا استاذ احمد؟ استاذ احمد مش موجود. طيب، طب انا ممكن اتصرف انا. والله طيب. الأمر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، أنا اللي بالأمر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى، طلت ما طلتوش، ايه انا يهمني وليه؟ ما دام بالنشوة قلبي ارتوى. عجبي. الله الله. بما اننا بنجيب سيرة الشعر والشعراء، فانا عندي مفاجأتين، مفاجأة في الشعر ومفاجأة في الرسم. إذا كنا اتكلمنا إن أنت زي صلاح جاهين تحب الشعر والرسم، فأنا معانا النهاردة مفاجأة ليك، أول من رشحك لغناء تترات سيد حجاب. سيد حجاب. يعني احنا اول مفاجأة نشوف حضرتك فيها في برنامج الليل، بنتحايل عليك من زمان نقول لك تعال لنا، ما تجيش الا عشان خاطر علي، ما تجيش عشان خاطر عايزين منكم انتوا الاثنين. يعني تيجي عشان خاطر علي، ما تعمليش انا خاطر. لا والله انا جاي علشان انتوا الاثنين. وحتى انا لسه مغني لك تجيش نعيش دلوقتي. يا بختي. قصة الصداقة اللي بتربطك بعلي قصة جميلة، وعايزين نسمعها من شاعرنا الكبير سيد حجاب في الليلة بعد شوية. وفي هذه الليلة الجميلة مع الطرب والفن الأصيل علي الحجار وشاعرنا الكبير سيد حجاب، أستاذ سيد، علاقتك بعلي كصداقة بقالكم قد إيه؟ تعرفوا بعض؟ هي ممتدة من زمن طويل قوي. يمكن مش من أربع سنين. لا لا. أنا عرفت علي بعد ما غنى أغنيته الأولى اللي قدمه بيها الموسيقار الراحل العظيم بليغ حمدي اللي هي على قد ما حبينا. ايوه. كنت في الفترة دي أنا متباعد جدا عن عالم الأغنية. أيوة. واستطاع بليغ حمدي إنه يحاول يكتذبني. كان علي أيامها الابن المتبنى فنيا لبليغ حمدي. أيوة. ويبدو إن أنا ما دخلتش مزاجه في الأول. ما دخلتش مزاج علي. ولا عبد الرحيم. كان بيتوتر قوي. عبد الرحيم منصور. الله يرحمه. الله يرحمه. كان بيتوتر لما بيجي عند بليغ وبيلاقينا، كان هو أيامها لسه شاب في فنون جميلة بيغني،
حلمه انه يقدم غنى متقدم زي البيتلز بالتحديد. كان زي البيتلز. زي البيتلز، كان مجنون بالبيتلز في فتره من الفترات، كانوا بيعملوا حفلات في الكليه وكانوا بيغنوا. وانت كنت بتغني بيتلز كده بيننا وبين بعض يعني، مش تقول هيلب اي نيد سمبادي هيلب ايه ويسترداي والحاجات القديمه وميشيل و... فاكر حاجه The long and winding road. لا لا طبعا مش على طول ادي يسترداي والحاجات الحلوه دي. هي كانت بتعكس رغبته في انه يغني غنى عربي متطور زي ما البيتلز فعلا كانوا نقله في الغناء الاوروبي انذاك. كان هو بيحلم بنقله مقابله في الغناء المصري، ان يبقى الغنى المصري غنى متقدم واوركستريتد و بيتناول مواضيع اكثر انسانيه من غنى المؤلفاتيه اللي كان سائد اياميها. كان وجود عبد الرحيم ووجودي، عبد الرحيم منصور ووجودي بيقلق علي، كان اخضر بيقلقه، لا كان اخضر. انا ايامها كنت منتمي لتيار سياسي كنت احمر، معارض، كنت منتمي هو لتيار كان اخضر وانت كنت احمر مثلا او يعني هكذا يفترض يعني. فكان فعلا بيتوتر لما بيلاقينا، كان حاسس ان احنا بنبوظ بليغ حمدي في فتره من الفترات. ابتدينا نقرب من بعض تاني يعني، كنا بنشوف بعض بشكل كتير جدا لكن ما اقتربناش انسانيا من بعض في الفتره دي. كان موجود علي، محمد الحلو، توفيق فريد، محمد منير حوالين بليغ حمدي في الفتره دي، وانا وعبد الرحيم كشعراء مع بليغ. اللقاء اللي بعد كده هو اللي زرعنا في قلوب بعض اكتر. بعد سنوات من هذا اللقاء كان هو ابتدى يغني الرباعيات وولد وبنت لصلاح جاهين، وابتدى يحط رجله او يحط عينه على شعر جميل وانساني وتقدمي لصلاح جاهين، وابتدى يغنيه، وابتدى يجي لعمار الشريعي علشان يعني يعمل له ترتيب لفرقه تصحبه في الحفلات. ففي الفتره دي كنا بنقعد مع بعض وابتدينا نقرب من بعض انسانيا. لما انا من الاول مفتون بهذا الصوت، مفتون بهذا الصوت، لانه صوت نادر جدا، عريض جدا، رجولي جدا. في واقع بتسود الاصوات المخنثه من اياميها، كان موجود مثل هذا النمط من الاصوات من اياميها، كان موجود دايما. تعال تجيب لنا الكلام يا استاذ سيد. فكان صوت جميل قوي وانا فعلا مفتون بيه، وفي طاقه تعبيريه مهوله. لما ابتدينا عمار الشريعي وانا ناسس للاغنيه الدراميه التلفزيونيه، كنا محتاجين للضلع الثالث اللي يشيل الشيله معانا. فلم يكن هناك انسب من علي الحجار ثم محمد الحلو في الفتره دي. فكان اللقاء الاول يعني، انا فاكر في سنه كنا بنعمل انا وعمار بابا عبده والايام. اللقاء الاول كان الايام. كان علي برضو ما زال فيه بقايا اخضرار. كان مغني عافي. اظن حصل صراع صامت بينه وبين عمار الشريعي، وحصل ترويض بشكل ما لهذا المهر الجموح جدا. علي ايامها صوت عريض وقوي ويحسن ويعرف جيدا حرفيات وجماليات الغناء العربي، اللي هو بشكل ما بيحدف في ناحيه الطرب. فكان حريص واحنا بنشتغل في الايام انه يغني بما يعرفه. ومن سكه اوديكي فين يا عافيه. عنده كتير قوي وعايز يدي كتير قوي. ينتع بقى. زخارف كتير وحاجات كتير وعرب كتير بقى. كانت العركه بينه وبين عمار في الوقت ده، يا علي الشغل احسن مكلكع كفايه. الشغل مركب كفايه. بسط، خفف. فكان فعلا بيعمل نوع من اللجام العبقري اللي خلى علي من ساعتها حتى الآن أحسن صوت يعبر دراميا مع الحفاظ على كل الجماليات الغنائية عن الموضوع الدرامي أو عن الدراما التلفزيونية. بمناسبة ومشيت بمناسبة يوم إيه؟
يوم عيد. يوم عيد بالنسبه لي. اه والله كلام جامد قوي. انا بسمعه. احنا اصحاب جدا وعمر طويل جدا. وعمري ما سمعته بيقول رايه فيا. طبعا ما بيقولوش قدامي، فاول مره اسمعه انا بقوله الهلا مش بقوله ليا. هو اراء الشعراء فيك اراء جميله جدا، ويمكن سيد بيقول لي انا وبيقول للجمهور. يعني لا ما هو دي برضو عافي شاعر عافي برضو. اوديك فين عافيه. اوديك فين عافيه. مش كده الشعر بتاعه اوديك فين عافيه. مش ناسي ان مره الله يرحمه الاستاذ صلاح جاهين قال لي سيد حجاب اشعر شعراء جيله. ف يعني شهاده اب عبقري لابنه. انت فاكر الكاريكاتير اللي رسمه الله يرحمه الاستاذ صلاح جاهين على علي الحجار لما لا ممكن يبقى مش فاكر. لا مش فاكره. طب انت فاكره؟ فاكره طبعا. طب احكي لنا بقى حكايته. احكي لنا مسرحيه زمان جوهن. ايوه احكي لنا بقى حكايه الاسد. الاسد. كنت بعمل مسرحيه اسمها زباين جهنم مع فؤاد الجزائري، يعني اللي هو اللي كان ساعتها عنده مثلا 90 سنه ولا حاجه. ده عمل افلام علي الكسار ومش عارف ايه. ايوه. وقرر انه يجيب في المسرحيه دي اسد. ايوه. يقعد على المسرح معانا من غير قفص. ايوه. ويبقى حواليه اثنين. ايوه. من السيرك اللي هم مروضين اللي مدربينه فعلا ومربيين وكده. ويديهم كل واحد جمله يشترك في الحوار كانهم ممثلين معانا يعني، بس يحرسونا. وكنا على مسرح البالون، وعلى مسرح البالون كلب جه من الشارع طلع على الستيج فوق على خشب المسرح فوق. انا بصيت لقيت هو كان محمد الحلو معلمني انه انا ادي ظهري للاسد. يعني الاسد من طباعه انه ما يهجمش على البني ادم من ظهره. فظهري في وش الاسد، والناحيه دي يمين كده واقف الاستاذ محمود المليجي، وشمال واقف الاستاذ محمود التوني، والحوار بيحصل. وفجاه الكلب ده جه من الشارع وطلع على خشبه المسرح، ولقيت ريح بتنط من فوقيه وعلى ديل الكلب بيمسكه. والكلب فلت وبيلفوا الاثنين. محمود مليجي خد بعضه دخل على الكالوس ده، ومحمود التوني عمل حاجات مش قادر اقولها يعني. وانا الاسد والكلب بيلفوا حواليا. الاسد والكلب اه اصل المسرح بلون كبير جدا، يعني لا تعرفي تجري كده ولا كده، مشوار جامد جدا. طبعا في الاخر بعد ما الحكايه اتلمت يعني دخلوا القفص بتاعه ورا الكواليس وكده، احتفلوا بيا جولي الاوضه كلهم احتفلوا بيا على اني انا اشجع رجل في الحاجه بقى وكده. وانا طبعا ما كنتش قادر احرك رجليا من الرعب. يعني الله يرحمه استاذ صلاح جاهين رسم نكته بعدها بيومين ولا حاجه. كنت انا رفيع كده هيكل عظمي، فرسم الاسد قاعد على الطبليه بتاعته دي، وانا واقف قدامه رفيع كده، وهو بيشاور بيقول لهم جايبين لي الاسد، بيقول لهم جايبين لي واحد جلد على العظم، جيبوا لي محمد نوح عشان اقدر. اذا جبنا سيره الرسم بقى والرسامين، فانا قبل ما اقول لك سيد حجاب رحت انت قايل سيد حجاب. لو قلت لك من الرسامين انسان عزيز وزميل قديم وصداقه متينه، سعيد الفرماوي. سعيد الفرماوي. سعيد انت جايب لنا بضاعة في ايدك اهو. لا دي عشان الخناقات. عشان الخناقات؟ جايب لعلي ايه؟ حاجة نهدده بيها ولا؟ لا حاجة هفكره بيها. حاجة هتفكر مفاجأة؟ ليلة المفاجآت النهاردة. أنا يعني عارف من شكلها دي ايه بس. عارف من شكلها؟ بس خليها بعد شوية. أخليها؟ احنا هنتعامل معاه دلوقتي على انه رسام كاريكاتير وصديق. مش عايزين نقول بقية الأشياء. مش عايزين نجيب سيرة الحاجات التانية؟ انت ايه رايك نسمع كلام ولا نفتح له المفاجاه؟ لا نسمع كلام.
نسمع ده كلام. الليله دي بتاعته؟ ايوه دي هو صاحب الليله. الليله ليلته. الليله يا عمده. يا حبك. طب قول لي بقى يا استاذ سعيد بحسك الكاريكاتيري، مين المراه التي يقول لها علي الحجار اعذريني مستحيل اقدر اسامحك؟ ما تقولش ما تقولش. واحدة اتعزم عندهم في البيت وطلع طبيخ وحش. طيب مين اللي يقول لها لما الشتا يدق البيبان؟ الست اللي في صدناه بتاع البلوفرات. ده جاهز على طول على الهوا. لا هيقولوا احنا مرتبين مع بعض. لا لا والله العظيم اول مره اشوفهم كلهم. انا شخصيا اول مره اشوفك. انا بشوف رسوماتك اللذيذه الجميله. طب مين اللي يقول لها عايز حجار على قد ما حبينا وتعبنا في ليالينا؟ مصر. الله الله. ده سرعة بديهة قوية جدا مش هنقدر عليه ده. طب بجد مين بقى اللي تقول لها مستحيل اقدر اسامحك؟ اعذريني مستحيل اقدر اسامحك. من هي المرأة التي تقول لها ده؟ قبل ما هم يجوا الاثنين تاني. أنا تاني هي هي. يعني ما كانتش جوازة اتجوزتها الست دي. هي يعني لأي واحدة في منطقة الخيانة دي طبعا. طيب هل يمكن أن تعيش علاقة عاطفية في قلب الليل؟ عايز يعرف طبعا. ايه يا استاذ؟ لا انا مش انت اللي جاوب. يعني انت فرحان فيه قوي. طبعا. في سر؟ لا دايما هو بيهرينا اسئله من النوع ده بعيد عن اللي بس انا شمتان فيه الحقيقه. ليه لا؟ ليه لا؟ شكلكم عارفين حاجه كده. ما تيجي نتكلم بقى. اطفي الحاجات دي واحنا. هل يمكن ان تعيش علاقه عاطفيه في قلب الليل يا استاذ سيد؟ تهيألي. ده احنا قاعدين في يقينا طبعا. اصل علاقه عاطفيه يعني حلم. حلم. حلم جميل. ومتى تعيش الاحلام الا ليلا. على فكره هما الثلاثه لما بيقعدوا مع بعض قاعدين يضحكوا على بعض واحنا مش فاهمين في ايه في دماغهم. ولا حد هيعرف طبعا. يعني واضح ان في الذبذبات والموجات رايحه. طب انا هسال علي اسئله وده اسمه اختبار الليله وفي نفس الوقت فجاه سؤال عن علي هيكون ليكم. من هو اقرب انسان الى قلبك؟ ابويا. حلم حققته؟ كتير يعني كل اللي كان نفسي فيه. لا انا عايزه في كلمه ونص. بص ميت من الضحك من احنا جايبينه يضحك في ايه. يعني كان نفسي انه اعز حلم حققته. ولادي فعلا. انتوا بتغششوه؟ لا حقيقي. راضي عني. استاذ سعيد ايه صفه تكرهها في علي الحجار؟ اني بحبه اكتر من اللازم. متغاظ منه يعني. والصفه التي تختصر علي الحجار يا استاذ سعيد؟ التي تختصر شخصيه علي الحجار. اسئله صعبه جدا يعني. عايزه يوم نقعد كده مره. ده بسرعه ده اختبار الليله. ده انتوا هتاخدوا صفر على 10. مفيش افكار كتير. صفر على 10 على طول. لازم اخر المنشدين العظام. اخر المنشدين العظام. يا سلام. مش هنعرف نروحك البيت. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده بعد كده. هنعمل مش عارفين نقوم بواجب معاه. صفه تحبها في المراه وقولوا لي صادق ولا كذاب. صفه بسرعه. صوابع كذاب. كذاب. هو بيحب كل الصفات في المراه. صوابع ايديه؟ طبعا. ولا لسه هكمل يعني. اي اتفضل. لا ما خلاص. لا اتفضل. لا يا صوابع ايديا وهي شابكه بقى في بقيه المراه يعني. وهي شابكه في بقيه المراه. بقيه المراه. طب صفه تكرهها في المراه؟ صوابع رجليها طبعا.
تكرهها في المرأة؟ الرغي كتير. الرغي كتير. صفة تكرهها في الرجل؟ إنه بيتجوز كتير. قرار ندمت عليه؟ أنا اتجوزت كتير. بتسقفي فرحانة قوي. عادة لم يستطع أن يتخلص منها علي الحجار حتى اليوم. اتجوز كتير. عادة لم يستطع أن يتخلص منها علي الحجار حتى اليوم. ده أنا؟ أيوة. أنا اللي أقول؟ أيوة. تخلص الثانوية عامة من زمان. ده سؤال حر. لا لا ده انت صفر. كل العادات اللي انا عارفه بيها لسه فيها لحد النهارده، فما اعرفش ايه ولا ايه. طب ايه اسوأ صفه فيه؟ سيد سعد غششه. ايوه اصل احنا بعد كده هنروح وهنبقى مع بعضينا كويس، فمش عايز يعني عايزين احنا جايين نهدي النفوس ومش جايين يعني نعمل نفتق لبعضينا. اجمل بيت شعر يا استاذ سيد حجاب كتبته. كتبته انا؟ ايوه لعلي الحجار. لعلي الحجار. لا ليه؟ لعلي الحجار. دي سهله بقى. ولما تتلاقى الوشوش مرة. الله قول لنا بقى. قول هو يقوله. انا ما بحفظش. انا ما بحفظش الاغاني خالص. ولما تتلاقى الوشوش مرتين. ايوه. ما بيتلاقوش نفس اللقاء التاني. يوم اللقاء التاني. يوم اللقاء التاني. عمر الوشوش. مش ما بتبقى بعد السنين. نفس الوشوش بتبقى شيء تاني. شيء تاني. مش فاكر. بدل الايام ملامحنا. ايوه والنبي فكرونا كده. فكرونا. ما تتلاقى الوشوش مرتين. ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني. عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين. نفس الوشوش دي بتبقى شيء تاني. بتبدل الايام ملامحنا. ترعشنا تنعشنا تشوشنا. بتبدل الايام ملامحنا. ترعشنا تنعشنا تشوشنا. يا ترى اللي بيعيش مش عارف ايه نقله كده غريبه احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا. ولما تتلاقى وشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني. الله الله نقول الله يا سيد حجاب. الشقفة دي اسمح لي بقى سيد حجاب. انت مش فاكر القاهره؟ في حاجه انا بحبها له بالظبط هنا القاهره. نفسي القاهره. نفسي القاهره. يا سلام يا سلام. هنا القاهره. فاكر الكلام؟ فاكر شويه يعني شعري يقول يعني ابدا الاول كلام. غني غني ولو هنفتكر الباقي. يلا الناس حبايبنا هنفتكر عليهم معاهم. اتفضل. هي بتقول هنا القاهره الساحره الاسره الهادره الساهره الساحره. هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة. هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة الثائرة المنذرة الثائرة الظافرة. ببوظ شعر سيد حجاب. صدى الهمس في الزحمة والشوشرة. أسى الوحدة في اللمة والنطورة. غنى الحب والكذب والمنظرة. نشا الغش في الوش والافترة. هنا القرش والرش والقش والسمسرة. وهنا الحب والحق والرحمة والمغفرة. هنا القاهرة القاهرة القاهرة. الله الله ده شعر فيه افتراء عشان القاهرة. عشان القاهرة بقى فيه افتراء. نسمع الغنى. نسمع هنا القاهرة. هنا القاهرة القاهرة القاهرة. هنا القاهرة القاهرة القاهرة. هنا القاهرة الساحرة الآسرة الهادرة الساهرة الساترة الساحرة. هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة.
هنا القاهرة الزاهرة العاطرة الشاعرة النيرة الخيرة الطاهرة. هنا القاهرة الصابرة الساخرة القادرة المنذرة الثائرة الظافرة. هنا القاهرة 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 صدى الهمس في الزحمة والشوشرة. أسى الوحدة في اللمة والنطوارة. صدى الهمس في الزحمة والشوشرة. أسى الوحدة في اللمة والنطوارة. هنا الحب والكذب والمنظرة نشا الغش في الوش والافتراء. هنا القرش والرش والقش والسمسرة. هنا الحب والحق والرحمة والمغفرة. هنا القاهرة 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 وانا في قلبي دومتك الدايرة بينا. بصرخ بحبك يا أجمل مدينة. وانا في قلبي دومتك الدايرة بينا. بصرخ بحبك يا أجمل مدينة. يا ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة. يا ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة. بحبك وعفر جبيني في ترابك وعيش في رحابك وقف جنب بابك. جنينة روي دم وردة شبابك يا زينة جنينة حياتنا اللعينة. بحبك 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 يا بنت اللذينة. بحبك. افترى بنغنيلي سيل. ايوه مفتوح الميكروفون اتفضل. هنا النيل يسيل وبحنانه النبيل يروي جيل بعد جيل نقهر المستحيل. هنا ماري جرجس بسيفه يبرجس ويغرس حرابه ويشفي العليل. هنا الاهرامات اللي واقفه بثبات تحكي ذكريات اللي فات لابن مصر الاصيل. تدور طواحين السنين قلبات نعيش دورين من الميلاد للممات. نقيم مشروعات انشاءات معجزات وندي الحياة انبياء ورسالات. ومن عشقنا للحياة والبنى والغنى والنبات واجهنا رياح الفنا بنبضة الاغنيات. هنا القاهرة القاهرة القاهرة. هنا تاج بلدنا. هنا الألف مدنا ومدنا قصدنا. هنا هنا سوق بلدنا قصدناه حصدنا وصدنا. هنا هنا شوق ولادنا همومهم عددنا وأحلام تزيد عن عددنا. هنا ما هو الضد بالضد داب واستبد. ما تعرف مررنا هزار ولا جد. وده نهار عمل ولا جمعة وحد. ولا حد خد باله من أي حد. حياتنا هنا حارة سد وسؤال ماله رد. لكن وردة الغد فردة على كل خد. وأنا في قلبي دومتك الدايرة بينا. بصرخ بحبك يا أجمل مدينة. يا ضحكة حزينة يا طيشة ورزينة. بحبك وعفر جبيني في ترابك وعيش جنب بابك وقف في رحابك. جني نروي بالدم وردة شبابك يا زينة جنينة حياتنا اللعينة. بحبك 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 يا بنت اللذينة. هنا يا استاذ سعيد.
اي لحنها اديني الميكروفون قفل الموسيقار الجميل عمار الشريعي. اه وهي وعد من علي الحجار وعمار الشريعي بان نسمعها قريب مسجله ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا بنقول لعمار الشريعي اهو على الهواء مباشره ان احنا في انتظار هنا القاهرة. جاب لنا ايه بقى يا استاذ سعيد؟ هو كان مفترض ان انا اجيب بعض لوحات الفنان علي الحجار. آه كنا متفقين اللي في في اضابير زمان. أي. لكن نسيت كالعاده. أي. فجبت حاجه هفكروا بيها. أي. ونفتكر مع بعضينا. هو مؤكد مش ناسيها لان هي شغلتكم بس مش شغلتي. تعالى يا عبد الله. فين عبد الله؟ تعالى يا عبد الله. فين عبد الله؟ اهو الناي اهو. عبد الله فين؟ الناي فين؟ لا 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 الناي انا بقى معلش عبط صوره. وعبد الله اللي مصنعه لك. وعبد الله اللي مصنعه. انت هتعزف؟ لا احنا فاكرينك جايب لنا صوره راسم لعلي الحاج. لا ما بيرسمش. طيب الراجل عنده اكتر من موهبه بس مش قد عبد الله طبعا. بس هتغني معايا عبد الله؟ لو عندك اي اعتراض اعمل فيتو رسمي على طول من حقك. اتفضل هيغني معاك بقى. كويسين وبتاع جاي ان احنا نخطف دلوقتي الحياته دي بتاعته هو اللي عاملها له وهو اللي معلمك. لا خالص. اه ما شاء الله. ده بس اللي انا بقوله ده مع علي ده باكوره معرفتنا ببعض. اه يجي تقول عدد ثلاث سنين كده. هو اتفاجئ بيها بس. ده اول حاجه اول قعدتنا مع بعضينا. في اخر بقى هذه القعده الجميله جدا انا ليا طلب شخصي عشان انا بحب صوت علي الحجار جدا. وفي اغنيه جميله من تراثنا العظيم انت اجمل صوت غناها واداها اغنيه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. ها جفنوه جفنوه. نسمع جفنوه. نحتفل
غزل جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل
يا حبيبي عشتنا فعذرنا أن في وجهنا نظر